إعلان النية عن دخول غمار رئاسيات صاحبها فتح الصفحات على الفيسبوك وتفعيل أخرى. علي غديري زامن سحب الاستمارات فتح صفحة رسمية له. أما عمار غول ورشيد نكز فلهما الخبرة الكافية على الفيسبوك، حيث تخطيا حاجز 1,000,000 متابع ينشران عبرها كل ما يتعلق بنشاطاتهما. الموجودين على الشبكة الاجتماعية هو جيل الشباب، وعدد هائل من الشباب. حوالي معلومات تقول بأن هناك 22 مليون جزائري موجود على شبكة الفيسبوك، فبديهي أن أي مترشح لابد أن يأخذ بالاعتبار فيما يسمى باستراتيجية الاتصالية السياسية، يأخذ بالاعتبار هذا. السبونسورينج أو الترويج عبر الفيسبوك أهم وسيلة تمكن من كسب متابعة يكون انتشارها حسب مبلغ الاشتراك. إذن يتم هذا عن طريق يعني دفع مبالغ مالية بشتى العملات، بالأورو أو الدينار الجزائري وحتى الدولار، ويتم الدفع كما قلت لك بالفيزا كارت. إذا خلصت مثال 50 دولار راح يعطيك الفيسبوك بعض الاقتراحات أنك تنجم تحقق مثال من 10,000 حتى 100,000 فو. هو إذن استباق للحملات الانتخابية على أرض الميدان لحشد أكبر عدد من المنتخبين، هذا إن لم يكن لمقصلة قوانين المجلس الدستوري يد في إسقاط أسماء حلمت بدخول المعترك فلم يسعفها للقانون ولا الحظ.